مش كيف الحال؟ الحمد لله. ايوه، الحمد لله على النعمة اللي هو الذين انعمت عليهم. صحيح، يبقى الحمد لله على النعمة. الحياة في حد ذاتها، ادراك الحياة في حد ذاتها نعمة. خلاص، يعني خلقك صحيح، تمام، كان فيكون، نفخ فيك من روحه، صحيح. طيب، وبعدين ايش صار؟ وبعدين بعد ما خلقك رزقك، ما سابك كده في العراء، صحيح. يبقى الحمد لله على الرزق، تمام. وبعدين خلقك ورزقك، وبعدين فضلكم عن العالمين، فضل بقى، فضل ومنة، يمن الله على الذين آمنوا. خلاص، ايوه، المنة من الله، وله المنة. ليش بقى؟ علشان ابوك يقدن في اذنك بقى، خلاص. فنزل في قلبك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صحيح. يبقى الحمد لله الذي أطعمنا وأسقانا وأوانا وجعلنا من المسلمين، فمن أمة سيدي محمد. أيوة، خلاص. بعدين يبقى الحمد لله على الفضل والمنة، خلاص. بعدين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حسسك بوجوده، إنه هو موجود. يعني فتاب عليهم ليتوبوا، صحيح. جاء قال لك السمع والأبصار والأفئدة، كل ذلك كان عنه مسؤولا. فأنت سامعة، جاتك إشارات سمعية صوتية، يعني صوتية، ذبذبات، فاهمة؟ فالقدرة على استقبال هذه الطاقة في حد ذاتها إثبات على وجود الله، تمام. يبقى لا تخف، إن الله معنا، صحيح. وبعدين الأبصار، فاهمة كيف؟ أيوة، استقبال الضوء في حد ذاته إشارات الموجات، الموجات ال the very colorful shades and spectrum and all that shapes and forms and colors and textures. كل ده إشارات، أيوة، أبصار. استقبال هذه الإشارات في حد ذاتها دليل على وجود الله. إني معكم أسمع وأرى، تمام؟ أيوة. والأفئدة بقى، اللي هو جزء من الأفئدة، هو الحس بوجود الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، خلاص. أيوة، الصوت والضوء والحس، دي طاقة ثلاثية الأبعاد لهذه الكتلة، ببوم ببوم ببوم، دليل على وجود الله المحرك لهذه الكتلة. هذا هو الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فالحمد لله على إحسانه، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. بما أنه هو ذكرك بذاته، تقومي أنت تذكريه،
قولي له شكرا. الحمد لله خلاص، يبقى الحمد لله على النعمة، الحمد لله على الرزق، ساتر عليكي والله، ما انت في العراء، فاهمة كيف؟ الحمد لله على فضل، خلاص انه انت لا انت من المغضوب عليهم ولا الضالين، والحمد لله على الإحسان انه هو طول الوقت بيحسسك بوجودك، بوجوده، بيوريكي ذاته، بيسمعك صوته، خلاص تمام، الحمد لله.